الدرعية بالنسبة لي تمثل الماضي والحاضر والمستقبل في نفس الوقت. هي مو بس مشروع حضاري عملاق، وإنما هي تاريخ ممتد لمئات السنين، وواجبنا نحافظ على هذا الإرث ونعرف العالم فيه. مملكتي وبيتي وأهلي، شعور الانتماء للدرعية ما توصفها الكلمات. Diriyya is a part of all Saudis. It's the cradle of our kingdom, home to our first kings and heroes, and the cornerstone of our rich history.